السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خاوتي نوليو فيديو جديد مع هذا التونسي، هذا الاعلام التونسي هذا. شوفوا خاوتي واش يهضر على الجزائر. قال لهم الجزائر بلي بلاش البترول والغاز، واش عندها الجزائر؟ شغل انا فهمت حسب الفيديو هذا مش ماهيش الهضره نتاعو، هذه الهضره نتاع عمامه تاع المغرب. روحوا خوتي نشوفوا التفاصيل كاملة لهذا الفيديو، ما تنساش دير جيم كومونتير وتخلي الاشتراك نتاعك باش يوصلك كل ما هو جديد. ناس بكري يقولوا العربي كوي لا داويه. اتفرج خويا الفيديو واش يقول هذا التونسي على الجزائر. قول ما انه اليوم سامحني هذا هزان ونفار حابين الكرامة. قوة اقليمية ضد شكون؟ ضد المغرب. هاي مالي ابطلت الغات اتفاق المصالحة اللي تعمل برعاية جزائرية. هذا الاعلام التونسي هذا ما شكيتش هو اللي قاعد يهضر تسمى من قلب وفمه بعد. انا شكيت كاين وراه ناس باش يديروا هذه القصه باش يهاجم الجزائر. نزيدو نكملوا الفيديو. اساسا هي الغات السلطه الجديده اللي في مصر والاتفاق اللي بعد الانقلاب الغات، وهي على الحدود نتاع الجزائر. اش قدرت تعمل الجزائر؟ مش بالكلام. الجزائر غير ثروات البترول والغاز شو عندها؟ شفتوا خودي الدول العربية تسناو غير الجزائر وقتها تطيح ويسناوها غير وقتها شما يصرالها ولا ناك وصاي. هذا ما يحبوا الإعلاميين المغاربة والتوانسة وما شابه ذلك بالدول العربية. نزيدوا خوتي نكملوا الفيديو. كاقتصاد ما نجمش اليوم الجزائر قوة اقتصادية مع بعضها وتونس اللي نجموا يكونوا ما ينجموش لانه احنا في الحد الادنى ما احناش قادرين الحد الادنى ننجحوا فيه. علاش البرود هذا في علاقتنا بالمغرب؟